اهلا بكم لايك اند ديسلايك. ركز معي. I'm crazy about it. I love it. يبقى اذا عندي هنا I like بتساوي I am crazy about it. انا مجنون بالشيء ده. طبعا crazy صفة معناها مجنون. I'm crazy about it ده معناه I love it. تعال كده نشوف مثال. I'm crazy about shopping. طبعا shopping هنا معناها تسوق. يبقى اذا هنا انا مجنون بحاجة اسمها shopping. ممكن اقول I like shopping طبعا. طب ايه الفرق؟ I'm crazy about shopping فيها سنة مبالغة شوية لان انت بتحب الحاجة دي بزيادة شوية. يبقى I'm crazy about shopping. كمان عندي It's right up my street. It's right up my street ده معناه لو جبت لك مثلا كتاب وقلت لك الكتاب ده هيعجبك، ده معناه ان الحاجة دي في سكتك، في سكة دماغك، زي ما بنقولها كده بالعامية، الحاجة دي في سكتك انت مش في سكتي انا، يعني انت بتحبها انا ما بحبهاش. لو مثلا جيت قلت It's right up my street ده معناه You would love this book. بص المثال اللي احنا قلناه You would love this book. انت ايه؟ انت هتحب الكتاب ده. It's right up your street ده ايه؟ ده سكتك انت، ده سكتك انت. يعني لو واحد بيحب مثلا القراءة عن القصص الخيالية، واحد بيحب مثلا القصص والروايات الدرامية والسينمائية، يبقى ده شيء وده شيء، ده بيحب نوع معين وده بيحب نوع معين. يبقى لو اديت لحد كتاب او لعبة وجيت قلتها له It's right up your street دي معناها دي ايه؟ دي الحاجة دي انت هتحبها او الحاجة دي هتتوافق مع دماغك. طيب I dig it. I dig it ده اقصر واحد زي I like it. I dig Indian food. I dig Indian food ده انا مدمن، مدمن اكل هندي. I dig it. I dig it ده مصطلحات الحب. تعالوا بقى نشوف مصطلحات الكره. الديسلايك بقى ازاي تعبر عن عدم حبك او كرهك للشيء ده. لو جيت قلت مثلا It doesn't float my boat. It doesn't float my boat. float هنا المعنى الحرفي بتاعها معناه يطفو، وعندي كلمة هنا boat معناها طبعا قارب. لو جيت قلت مثلا It doesn't float my boat دي معناها مش راكبة على دماغي، ما بحبهاش، الشيء ده مش عايم على عومي، ده بأقصى درجات العامية، الحاجة دي مش عايمة على عومي خالص، دي معناها العامي. يبقى أقول هنا إيه؟ I saw that movie. أنا إيه؟ اتفرجت أو شاهدت الفيلم ده. It doesn't float my boat. ممكن طبعا أقول so، ممكن أقول هنا إيه؟ watch. بس هنا so ليه؟ so علشان هنا مش اتفرج، لأن في فرق ما بين so و watch. watch معناها إيه؟ معناها شاهد. شاهد يبقى شاهد لإيه؟ للآخر. لكن هنا so معناها ان هو شاف بس لقطة او لقطتين ما عجبوش الفيلم. يبقى هنا ما قلناش ليه هنا watch، علشان هنا watch شاهد الفيلم كله، so شاهد لقطة او لقطتين فقفل التلفزيون ما اتفرجش او ما كملش الفيلم. فلو جيت قلت I saw that movie انا ايه؟ انا شفت الفيلم ده. It doesn't float my boat معناها ايه؟ انا ما حبيتوش تماما، او بالفيلم ده ما كانش عايم على عمي خالص، او ما كانش على مزاجي. It doesn't float my boat. It isn't my cup of tea دي مشهورة جدا. It isn't my cup of tea دي معناها الحاجة دي ما بحبهاش خالص. فأقول football is not my cup of tea. دي من التعبيرات العامية المشهورة قوي في الحاجة اللي انت ما بتحبهاش. It's not my cup of tea. I can't stand it دي أقصر حاجة. I can't stand it ده تعبير قصير علشان تقول الشيء ده ان انت ما بتحبوش. I can't stand it معناها انا مش مستحمل ده، او انا ما بستحملش ده. او لو انت قاعد مع واحد زميلك مثلا فهيقول لك مثلا انت بتحب الكورة، فانت تقول له I can't stand it ولا بطئها. I can't stand it ولا بطئها. نفس القصة برضو I can't bear it. الاتنين دول قريبين من بعض جدا. I can't bear it ما بقدرش اتحملها، ما بقدرش استحملها. I can't bear waiting ما بقدرش استحمل الانتظار. I can't stand football انا ما بحبش خالص لعب كرة القدم. كده عرفنا like و dislike ازاي تعبر عنهم بلغة الإيديوم اللي هي المصطلحات اللي ما بتترجمش ترجمة حرفية ولكن بتترجم بصفة كلية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير على الفيسبوك. كان معكم محمد جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.